If I died, the only way people would even know that I was here. ما السبب الحقيقي لوفاة ماثيو بيري؟ So no one told you life was gonna be this way. How would you like to be remembered? I would like to be remembered as somebody who lived well, loved well, was a seeker, and his paramount thing is that he wants to help people. بهالطريقة ماثيو بيري كان بده محبي انه يتذكروا من بعد وفاته. فماثيو رسم البسمة على وجوه ملايين الناس من خلال شخصية تشاندلر بينغ اللي لعبها بمسلسل فريندز اللي استمر لمدة 10 سنوات، وكان محبوب جدا بسبب دوره الفاني والعفوي. It was either a pink bunny or no bunny at all. No bunny at all. Always no bunny at all. ولكن على الرغم من انه ماثيو قدم دور كوميدي لسنين طويلة، الا انه كان شخص وحيد ومكتئب بحياته، والموضوع زاد اكثر من وقت انتهاء المسلسل. فعاش سنين من الوحدة وعانى من مشاكل مع الإدمان والمرض، فقضى أكثر من نصف حياته بمراكز العلاج. Alcoholism wants you alone, it wants you sick, and then it wants to kill you. وحتى وقت Friends The Reunion من سنتين الكل انصدم بشكله، فبدت عليه بشكل كبير ملامح الكبر مقارنة مع زملائه الباقيين. Best friends. وكان ماثيو حكى عن معاناته وتعافيه من الإدمان بكتابه الأخير Friends, Lovers and the Big Terrible Thing يلي أطلقه السنة الماضية وكان بست سيلر بالنيويورك تايمز. I want people to understand that they're not alone, that there are other people feeling exactly the way they're feeling, that their behavior is not insane, that they have a disease and It's not their fault. ومن بعد وفاته محبي تداولوا مقاطع كثيرة له من مسلسل فريندز. I look like this. Shut up! لكن من أبرزها المشهد اللي قال فيه لجوي: سوف ترى ستكبر وتتزوج وأنا سوف أبقى لوحدي. You'll see, you guys are all gonna go off and get married and I'm gonna end up alone. وهالشي صار بالحقيقة. فهو ما تزوج مع أنه كان على علاقة بجوليا روبرتس من سنوات طويلة، إلا أنها ما وصلت للزواج. Is your name Chandler? Yes, it is. Chandler Bing. Do you know me or are you just really good at this game? أما المشهد اللي كان أكثر تداولاً فهو لما قال يبدو أني سأكون أول واحد يموت. فبالعالم العربي الجمهور علق على خبر وفاته بهاشتاج مات وحيداً وتداولوا عليه هذا المشهد. I'm gonna die alone. فهو أول واحد من أفراد الشلة المؤلفة من 6 أشخاص يلي بيرحل، ولهالسبب الفانز قالوا إنه فريندز ما حيكون نفس الشيء من بعد موته. والجمهور اللي كان منتظر ردة فعل أصدقائه بالمسلسل عبروا عن ترقبهم بالتعليقات على إكس، الشيء اللي خلى هاشتاج جينيفر أنستون يكون ترند. I'll never be able to be with her. ولكن لحد الآن لم يصدر أي تعليق من جهتهم. لكن حسب الأخبار فأنه ليسا كودرو، كورتني كوكس، جينيفر أنستون، مات لوبلان، ديفيد شويمر كلهم مفجوعين ومصدومين بوفاة صديقهم ماثيو يلي عاشوا معه أجمل وأصعب اللحظات بحياتهم. ومن المتوقع أنه يصدروا بيان رسمي جماعي، لكنهم حالياً بيحاولوا يستوعبوا الصدمة. أما والده ووالدته فأصدروا بيان حصري باسم العائلة لبيبل قالوا فيه: نشعر بالحزن بسبب الخسارة المأساوية لابننا وشقيقنا المحبوب، لقد جلب الكثير من الفرح للعالم كممثل وكصديق. وشركة وارنر برادرز المنتجة لمسلسل فريندز وصفحة فريندز الرسمية أيضا نعوا ماثيو وكتبوا كابشن بمعناه: نحن محطمين لمعرفة وفاة ماثيو بيري، لقد كان هدية حقيقية لنا جميعا، كل قلوبنا تتجه إلى عائلته وأحبائه وجميع معجبينه. بينما أصدر مؤلفين مسلسل فريندز مارتا كوفمان وديفيد كرين والمنتج التنفيذي كيفن برايت بيان لي CNN قالوا فيها إنهم شعروا بالصدمة والحزن العميق لوفاة صديقنا الحبيب ماثيو. وكانت شرطة لوس أنجلوس قالت إنه سبب الوفاة هو غرقه بالجاكوزي ببيته وكان لوحده، والتحقيق ما زال قائم ومفتوح حتى الوصول للنتيجة النهائية. والتحقيقات الأولية كشفت إنه تم العثور على أدوية مضادة للاكتئاب والقلق ببيته، بس للآن غير معروف إذا لها علاقة بوفاته.
It's like you're always stuck in second gear. والغريب بالموضوع أنه كان ماثيو نشر من أيام صورة له مسترخي بالجاكوزي ببيته وكتب بما معناه فيبدو أن المياه الدافئة تجعلك تشعر بالراحة.